أهلا بكم. أعلنت هيئة الجمارك أنها باشرت بتوحيد الإجراءات والرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية بما فيها تلك الموجودة في كردستان العراق. وذكرت الهيئة أنها اتفقت مع جمارك كردستان العراق على أن يشرع بتطبيق القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 من شباط الجاري، مشيدة بالاتفاق باعتباره خطوة مهمة ستزيد من تنظيم التجارة وفعالية الاستيراد والتصدير. قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها أحبطت محاولة لتهريب 9 حاويات محملة بزيت المحركات في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، وذلك لمخالفتها الضوابط. وأوضحت أن البضائع المضبوطة كانت محملة في شاحنات تحاول الدخول إلى البلاد بأوراق مزورة وضبطت داخل الحرم الجمركي. وفي النجف قالت الهيئة إنها ضبطت 4 أجهزة كمبيوتر مخالفة للشروط والضوابط بحوزة مسافر إيراني في مطار النجف. كشفت مديرية التنمية الصناعية في محافظة دهوك أن الأزمة المالية تسببت بتوقف 121 معملا من أصل 330 معملا مسجلا في حدود المحافظة. وأوضحت المديرية أن عدد المعامل الكيميائية ومعامل مواد البناء تتجه نحو الانخفاض بسبب وضع النقاط الجمركية بين كردستان العراق وبغداد. وأوضحت أن 121 معملا في مجال إنتاج الإسمنت والأغذية والكيميائيات توقفت عن العمل بسبب الأزمة المالية. وصف عضو مجلس محافظة بغداد محمد الرباعي الأمر الديواني المرقم 55 والصادر من مجلس الوزراء بشأن البيوت التراثية في شارع الرشيد بأنه أمر كارثي. وقال الرباعي أنه بحسب هذا الأمر فقد استولت شركة لوغال الإعلانات التجارية على 640 دارا أثريا في شارع الرشيد وسط بغداد، وأنه أعطى صلاحيات لهذه الشركة متجاوزا هيئة الآثار وأمانة بغداد. وأشار إلى أن القانون يخالف قوانين التراث التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات. طلبت نائبة عليا صيف وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بإجراء تحقيق حول قيام شركة النقل البحري بتدوير ديون بمبالغ ضخمة دون علم الرقابة المالية. وقالت صيف إن هذه الشركة قامت بتدوير ديون بذمتها وأخرى لصالحها لمدة 3 سنوات، من بينها ديون لصالح شركة العراقة ضمن مشروع خبراء القياسات، أحدها بمبلغ 447 مليون دينار، والآخر ب 77 مليون دينار، وهو ما يعد فسادا يجب التحقيق فيه. حمل النائب فلاح الخزعلي الحكومة مسؤولية خسائر أكثر من 3000 مزارع للطماطم في محافظة البصرة. وقال الخزعلي إن عدم بسط الحكومة لسلطتها على المنافذ الحدودية وعدم تنفيذ قرارات دعم المنتج الوطني والفلاحين تسبب بإغراق الأسواق بالمنتجات والمحاصيل الزراعية المستوردة وعلى رأسها الطماطم، مضيفا أن الماذيات السياسية هي المستفيد الأكبر من استيراد الطماطم لو كان ذلك على حساب قوة الشعب. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.